في هذا المكان الشاهد على إحدى مآسي العراقيين بسبب الإهمال الحكومي، وبعد نحو عام ونصف ما يزال أهالي ضحايا حريق مركز العزل في مستشفى الحسين بالناصرية يطالبون الحكومة بإنصاف ذويهم الذين قضوا بحريق لم يكشف حتى اللحظة عن المتسبب باندلاعه. خرجت عوائل شهداء مركز العزل في الناصرية عشرات المرات للمطالبة بحقوق الشهداء أولاً، ومن أهم المطالب هو أولاً احتساب، من أهم المطالب عفواً هو التحقيق في قضية الحريق وملابسات هذه القضية، حيث كل الأدلة تشير أنه يعني حادث مفتعل وليس قضاء وقدر. الأهالي طالبوا الحكومة الحالية بإنصاف الضحايا وصرف مستحقات تعين ذويهم وأسرهم التي أصبحت بلا معيل. طبعا صار سنة ونص نناشد الحكومة المحلية والمركزية لم تنصف هذه الشريحة من العوائل الشهداء. عندنا 60 شهيد تقريبا، لحد الآن لم يحتسبوهم شهداء، بينما صدر قرار 266 باحتسابهم شهداء وخلال أسبوع تنجز معاملاتهم، ولحد الآن صار سنة وخمسة أشهر لم تنجز أي معاملة وتم التسويف والمماطلة بهذه القضية. 15 متهماً بحادثة الحريق التي أودت بحياة 60 مريضاً على الأقل، ولا توجد أي نتائج تذكر عن تحقيقات الحكومة بحسب الأهالي. احنا عندنا موضوع التحقيق، لحد الآن شكلت 3 لجان لم تنصفنا ولم تعلن عن النتائج التحقيق وعن المتهمين. 15 متهم في الحادثة اليوم، لحد الآن ماكو أي نتائج. التقصير الحكومي لا يقتصر على إهمال التحقيق وحقوق الضحايا، فإلى الآن هنالك ضحايا لا يعلم عنهم ذووهم شيئا. لحد الآن أكو ضحية أهلها ما عارفين أي نتيجة عنها. من الروح الراجع ونطالب وزارة الصحة وغيرها يقول لك التحليلات، على التحليل يعني ايش طلع من تحليل، شنو من فحص، هذا شنو، وين نوديه للخارج ونخلي يفحصون عنا حتى يطلعونها انه وين راحت جثته انصهرت. مأساة مستشفى الحسين ليست سوى واحدة من المآسي التي باتت لا تعد ولا تحصى في عراق المحسوبيات والأحزاب الولائية، فيما يتساءل العراقيون عن اليوم الذي سيضع حدا لمآسيهم. هل سيأتي